في حلقة اليوم من الأسبوع ماينكرافت، ولكن كل شيء في العالم اكس بي بحسب الفكرة. بس كذا لا يا عزيز المتابع، والف لا، راح يكون عندنا عداد فوق هنا يحسب لنا كم بالمية جمعنا اكس بي، وكل ما زدنا 10% اللعبة مجهزت لنا مفاجآت مثل مهمات لازم نسويها، ايتمات نسويها، موبز لازم نطاق معهم، واشياء اكثر واكثر. وصدقني يا عزيز المتابع قلت لك 10% بس من فكرة المود عشان ما احرق عليك. تابع الحلقة من البداية للنهاية عشان ما يفوتك ولا شيء يا عزيز المتابع، ولا تنسى زر اللايك اللي يحمسني انزل لكم حلقات اكثر واكثر. كان معكم عبادي واحبكم مره ومشاهده ممتعه. وش المقدمه الحلوه ذي؟ خذوا، لا تزعلوا يا شيخ، خلاص ونقول بسم الله. انا جدا متحمس الين اوصل البار اللي فوق كامل واشوف كم راح اقدر اوصل من اكس بي. طبعا عندنا ايتم في الانفنتوري هنا يقول لي الحاله حقت الاكس بي حقي، يقول لي 10% اكس بي راح يجيك اكس بي بوس، اوكي 20% راح يجيك دنجن، 30% ما ادري ايش راح يجيني، ومع التطور هذا حق الاكس بي راح يطلع اكيد اشياء اكثر واكثر. خلينا نقول بسم الله ونبدا، ومتاكد انه ايش راح يقص راح يطيح الاكس بي. كل شيء عندنا اكس بي، متاكد اذا كسرت هذه اعطتني اكس بي. يا ساتر، فعليا اي شيء راح نكسره ما راح يعطيني اكس بي على الاغلب، يعني بما اني هذه هيبل اكس بي يا ابوي. حتى الهيبل اكس بي يعني. يا ساتر يا ساتر. اول شيء ما ابي اتسرع، انا ما ابي اسوي اشياء كثير، ابي اضبط لي اقل شيء بكاكس وسريع، ابي انطلق الى التمبل اللي هناك لان احس عنده شيء اسطوري راح يسهل علي كثير اشياء. اوكي ساعدنا كثير في حلقه اليوم انه نجمع اكس بي اكثر واكثر. خلينا نقول بسم الله. يا سلام، عندنا 4 خشب. بوم بوم كذا اعطنا بكاكس يا ابوي، بكاكس عادي طبيعي اسطوري، ولكن في افشنسي. اوكي ليتس جو ليتس جو، يعطوني بكاكس افشنسي. طيب على السريع جمعنا كم حبه زياده كذا، وسريع ننطلق نحو التمبل. اخر يا فيلجر، يا هنا بعدين عندي 70 اكس بي. يا ساتر، ممكن تطلعوا عشان انام انا لو سمحتوا؟ ابي البيت، ابي اخذ البيت معي. خير كلكم تقاسموا على السرير واخر، بس نعطيها النومه ونصحى وسريع نروح على التمبل. طيبين ايش ما عندكم ولا سرير؟ اقعد انتوا هنا اخر بس. ايوه من هذا اكس بي فيلجر عيال، ايوه عنده غراف في امرالد اكس بي داس. اوه والله يبين قايض معك انت، يا رب ما انساك يا رب ما انساك. ويش نعطيها حبه كرافتنج ونسوي لنا. اوه الخبز شكله غريب، كيف كذا عيال؟ الو اكس بي بريد كمز فروم اكسبيرينس هاند، جاي من يد واحد محترف. الله يزودني اكس بي يا عيال، اقطع من الفله. اوكي اوكي اوكي، ما ابي اروح يمين يسار، ابي اروح نحو القريه او التمبل عفوا، ونقول بسم الله. ليتس جو ليتس جو، تمبل تمبل تمبل، انا متحمس. ايش راح يكون في التمبل؟ شوفوا ما تغير فوق شيء، لانه ما 10 يمكن هذه كم 0.003%. هلا بالاكس بي، هلا بالاكس بي. ايش هذا ايش هذا ايش هذا ايش هذا؟ اكس بي اورب. اوكي في شيء كلام تحت هنا يقول لي يمديك يساعدك في كرافتنج بعض الاشياء، ودينا نحطه على الكريتشرز اللي هي المخلوقات اللي في ماينكرافت. اوكي لا انت كذا حمستني الله يسعد. دقيقه ايش عندنا سيف منه هذا؟ في عندنا بوب، في عندنا بكاكس. سيف بعد اعطيني بكاكس. دقيقه خلينا نشوفهم. هلا والله فيرس بلوكن 3 فاير سويبنج ايدج. يا ساتر، وهذا ايش؟ من السيلفي يقول لي تصلح نفسها. هلا بالاكس بي. اوه بدات تتحرك لفوق، بدات تتحرك لبر، بدات تتحرك عيال. اوه يا ساتر يا ساتر. طيب خلينا نقول بسم الله وننزل تحت، ايش رايكم؟ ننزل تحت هنا. هي اوه نجمع 10 لفكس بسرعه يا ويلي. السلام عليكم، نقول بس نفتح حوله والله اكس بي ار بزياده. امرالد اوكي، عطنا الامرالد، اخذ الامرالد عطنا اياه، والاورب عطنا اياه بعد. اكس بي دايموند وات جولدن ابل، وعطنا الاورب بزياده، عطنا الامرالد هذا بعد. هلا بالله جولدن ابل مطوره. ايوه ايش هذا؟ لوجو اليوتيوب يا عيال، ايش هذا؟ سبسكرايب، مكتوب سبسكرايب عبادي يا عيال. اللي ما ضغط زر الاشتراك يضغط ويشترك ويشغل زر التنبيهات، وهذه العيون يضغط اشتراك. شكرا حياك الله، وشكرا للاشتراك يا بعد قلبي. وهذه حلوه، ذكركم كل شيء بالاشتراك، حلو حلو. لازم بعد نسوي وحده ثانيه عشان حق اللايكات، ايش رايكم؟ ليتس جو ليتس جو ليتس جو، نجمع بلوكات عشان اقدر اطلع لفوق. اوكي قرب نوصل يا جماعه الخير ل 10000. تي ان تي احتاجه؟ ما اظن تي احتاجه. نشوف نحاول نوصل ل 10000 اكس بي يا جماعه الخير بذولي، ذولي والله راح يساعدونا كثير. بوم بوم 10000 يا فتوت من يقول عندي توتم انفنتوري. والله ايش هذه؟ ايش مكتوب عليها؟ ابوس ايدل نيد تو بي تشارج فيرست، لازم نسوي لها تشارج. اوكي بس اصبر اصبر حبيبي. شوف يا عيال كيف شكله رهيب التوتم. او ماي جاد. طيب دام في فايت بوس حبيبي ماني جاهز انا، ايش وضعك انت؟ ايش وضعك؟ طيب خلينا نروح لهنا، هل في دروع يمدينا نسويها ممكن؟ ايوه هذه هذه اي اكس بي ايرون ارمر. اوكي اظن لازم نجمع ايرون. طب دام هذا ايش يمدينا نسوي فيه؟ والله ما ادري صراحه، ولكن له فايده راح يكون له فايده. طيب الخطه حاليا كيف يا جماعه الخير؟ نجمع لنا ايرون. ايوه وطحنا على كيف وسرع لقيت ايرون. هلا والله هلا والله. طب يعطيني ايرون؟ ايوه لا والله يعطيني ايرون ثاني. هذا هو اكس بي ايرون، ليتس جو. نبي ايرون زياده، نبي ايرون زياده، اديني ايرون زياده. ايش فينا كول؟ اصبر شويتين، ادري احس اني ممكن يعطيني شيء، ممكن يعني ممكن هذا مجمع شيء ممكن، الله اعلم، لكن خلينا نجمعه. احس اني راح احتاجه. طيب نبي ايرون زياده حاليا. ايوه هلا والله في الايرون، اهلين وسهلين.
يمي جميع على الاقل شيء فول ايرون اوكي. عطني 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 وعطني اخر حبه على السريع. والكرافتنج حقتي هناك يا ساتر. اوه صار عندنا 11000 ريال. البار بدا يتعبى. نسوي دروع سريع سريع وعدنا للمكان الاسطوري حقنا ونبدا نسوي الدروع. ايوه الحمد لله في كل شيء حسب بس بوت. انا ترى شفتها بوتس بس. هلا والله هلا. انا البس الدروع بهذا الشكل. ايوه جانا افكت اكس بي ابزرفيشن 2 وزادنا قلوب يا عيال. قام يعطينا اكس بي. ليتس جو. اظني جاهز حاليا بما انه عندي دروع وعندي هذه عشان سبسكرايب. يعني سبسكرايب قوت سبسكرايب وعندي قدر مطور يا عيال طعم القوه. كوندنسد ايش يبي هذا يا عيال؟ لازم نصنع له ايتم يعني ولا شيء. 0 من 4 فوق كوندنسد اكس بي. اي والله هذه 1 2 3. لازم نجمع زياده. خلينا نجمع زياده من هنا. هل عندنا ثنتين؟ نحتاج ثنتين زياده علشان نسوي جنريت للشيء اللي يبيه هذا التوتم هذا. اوكي 4 حبات. اظن كذا جاهز الوضع. تكفى يا رب يكون بوس خفيف. يا رب يكون بوس لطيف خفيف. امسك يمه. يا ساتر يا ساتر. اظن اوكي هذا اعرف كيف اطاق معه. لازم يطق على الارض بعدين اروح من ورا واطقه. هذا الحل الوحيد. اوذ بالله برع. اوه يكبر يدمج عيال. تكفى طق 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 على قدام. طق على قدام. تكفى تكفى. ايوه على قدام على قدام على قدام. اوذ بالله يا الوضع كذا ما مره ما ينفع. طق طق طق. تكفى طق طق. انزل تحت انزل تحت. بعطى طقه. الله يقطع عدوك. ايوه هذه المطلوب. يجي من ورا كذا واعطيه حبه زي كذا. يلقم يلقم كذا الطريق من الاخير عشان نهزم البوس هذا. ورع ما تعرفني ها؟ ما تعرفني. يسمون عبادي مجد البوسات. طق طق على طق على. انت خصم ضئيل. اقدر اكل قدامك خبزه عاديه. تكفى 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 تكفى. والله ياسف والله ياسف والله ياسف والله ياسف. تكفى تكفى تكفى. اوه اوه يمين يسار. الله يقطع الدوك. هذه لا تسويها لا تسويها هذه. واحد اثنين. اعطى على قدام حبه. ايوه القم القم تحت في الفخ. القم هذا من عندي يا شيخ. بعد حبه ابشر بي. القم بعد هذا من عندي يا شيخ. تكفى عطني بعد حبه ها بصير قريب عليك. قريب قريب. اوه طق 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 طق. اظن طقه طقتين يا جماعه الخير واموره تمام. القم هذه اخر طقه اخر طقه اخر طقه. يلا 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 يلا. كان صار صباح بس لحاله. كان صار صباح لحاله. طعم الفله ما في اللي عنده منه. طعم الفله يا عيال. تكفى طقني وفكني خلاص. مدك طق زلم حبيبي انا هنا. لا مو هذه. اي بلولولولولولولولول. اعطى هذا 60. اعطى هذه هذه الابي هذه الابي هذه الابي هذه الابي. القم هذه. ليتس جو. وذبحنا البوس واخيرا. اوه يا عيال هلا. اعطونا اغراض. ايش هذه؟ والله ما ادري هلمت شكلها رهيب يا عيال بس انه هلمت عقلي يا رهب لانه ايش قاعد تعطينا اكس بي لا نهائي زي ما انتم شايفين هنا. يا سلام يا سلام. عندنا اكس والله قوي ولكن التاكس بيت حقه خايس فاسحب عليها. هم ايتماته ذي خايسه مره. طيب حاليا عندنا 13000 اكس بي. نجمع ايش؟ الين ال 15000 عفوا 20000. شخلط لنا ال 10% انه خلاص خلصنا. فعندنا ال 20% هي الدنجن. فمتحمس اشوف ايش في الدنجن. ايوه 30 فتحنا. شوفوا كيف كاتبين سول كونفرتر. يستر جبتها خير. ايش بيطلب مني؟ ايوه قربنا حطنا. شوف ذولي 1 2 3 4 5 6. ايوه صار عندي مفتاح في الانفنتوري. ايوه هذا هو المفتاح اكس بي فالوت كي. قال لي مفتاح خزنه الاكس بي. ايوه يمه في ناس هنا. قال لي كلك جمع كل الاكس بي اللي في الدنجن. المفروض هذا الاكس بي صح؟ والله هذا الاكس بي. ارع مخر اصيل. اوه لو لو لو. تكفى يا والله قوي. والله انهم قويين يا عيال. اوه والله في دائما انت حركات الحلوه. طيب طيب داخل اصبر اصبر. انا اقتلهم يا عيال ذولي اول. ايش رايكم؟ بعدين اجمع الاكس بي حقي. جارد ذول الحراس يعني. يا شيخ اخر. هلا اعطيني غلط دامت. هلا والله. يا الزلم ايش اخبارك؟ تمام ان شاء الله بخير ان شاء الله يسعدك. اخبار العيال؟ تمام ان شاء الله. كيف الشغل معك؟ تمام باذن الله كله تمام. اضرب من كل شيء يا ابوي. اضرب الاكس بي كامل. اضرب وسول كونفرتر ريدي تو يوز. سول كونفرتر هذه. اعطيني سول كونفرتر هذه. ايش هذه؟ الو جبنا 30%. اي والله قربنا نجيبها يا عيال. لا باقي ما جبناها. والله جبنا 30 والله جبناها. طيب في هنا دامج اخذه معي يا عيال. شكلي باخذ الدامج. اخذ الدامج ليش لا؟ ليش لا؟ باخذ الدامج يا شيخ. باخذ الجولد لا بعد ليش لا؟ ليش لا؟ الو والله بالدم. مستحيل اشوف الدامج ما اخذه. شايفين كميه الاكس بي اللي قاعد تلحق؟ يا ساتر يا ساتر. طيب انا برجع برا يا عيال. طيب ورجعنا للمكان الرهيب هذا. طيب ايش السالفه؟ ايش سالفه السول كونفرتر هذه؟ يمه قل لي عندي عرض لك. جيب لي حياتين سولز يعني روحين واعطيك اكس بي.
ما ينفع يعني حتى اجيب لك واحد من الشباب ما ينفع وسخ وحط واحد برينك تو منو اجيب لك الثاني الله يسعدك ما بدنا اجيب لك القروين ها قروين مين يزار مره بدنا اجيب الواحد الثاني طيب مشكله في احد من الشباب الحين موجود جبت له قلت تعال خذ هذا خذ هذا بلاش حلالك ايش وي للبيع خذ طب يمديك تاخذني انا مره ثانيه والله والله اخذني عيال هلو والله هلو والله ورحنا سريع ل 40 ليفل عيال وصلنا 40 ليفل وعندي ايش هذا الانفنتوري روكت وات اظن بدنا نستخدم عيال يا ساتر وين راح طيب خذني معك طيب كذا بركب في عيال راح طيب وبعدين اختفى طيب ايوه ايش هذا كيطيح اكس بي ذا اللي سرقناه من المخزن نفسه هلا والله اكياس من الاكس بي اوه يا عيال جمع يا ابوي جمع اشوف كم الاكس بي اللي قاعد تلحقني يا ساتر سترك يا ساتر سترك خذ هذه خذ هذه خذ هذه خذ هذه لا باقي شوي زياده باقي شوي زياده على 50 اوه ماي جاد هذه اكثر حلقه اجمع فيها اكس بي اكثر حلقه في حياتي في ماينكرافت في كل لعبتي في ماينكرافت هذه اكثر ليفل اوصل له 50000 راح اوصل يا ساتر اريد اتسرع اكثر الاكس بي اعطنا 50000 لا تكفى في بوز ثاني عيال ولا ايش خلينا نشيك على هذه اكس بي جارد 2 زي ذاك عيال تبي مره ثانيه عندي منها كثير والله شوفوا عندي ستاك منها عيال والله كثير عندي طيب ابشر ابشر بي وباهزم ذاك بكل بساطه بنروح لذا ونعطيه الاربعه تكفى يا رب يكون شخص لطيف بسيط كذا هلا والله تبي اهزمك مره ثانيه ما عجبتك الهزيمه الاولى يعني تبي اهزمك مره ثانيه وي بتحب 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 عطني حبه اسطورتي المسطرة القم هذه يلا 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 القم هذه يا ابوي انا اطق غير طقه واحده والله يقطع عدوك يا شيخ والله يصفقني كف يا عيال يا بني ادم اضرب خلاص ايوه ايوه يلا هطف يلا حط هذا يعطي 360 كثير ترى ايوه طقيته احسن ما طقيته هلا والله انتبه انتبه احس انه اقوى شوف كيف ضربه ذاك الثاني بعدين اعطاني 360 بس هذا شو ذا القم يا شيخ القم والله انكم انت وذاك خطف ما في منكم فائده القم يا شيخ القم القم بس القم اضيق لك انا طيب خلينا نشوف حاليا وين وصلنا طيب باقي نوصل 60% يا عيال اظن دولي راح يكفوا يوفوا 60% ليتس جو باركور تايم لا تقول لا ما احب الباركور تكفى تكفى ما احب الباركور اعطاني بو بابا لايك طيب بليز كان يريش اوكي خلينا نقول بسم الله يا عيال باركور والله يكره الباركور والله يكره الباركور بس ما عليه انا باركور يسموني عبادي اسطوره الباركور ليتس جو الان والله طيحة بسم الله عليه ما شاء الله هوب 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 ايزي سهله الباركور سهله بس امشي ما تعطيني نطه في كذا فيها بلوكتين ولا ثلاثه ولا اربعه ذول انا اضيع فيهم صراحه اوكي معكم عبادي أسطورة الباركور نعيد من جديد ليش لا يا جماعة الخير عادي ناخذ استراحة يا جماعة الخير ولو مشترك يشترك وما عط لايك عط لايك الله يسعدكم والله حبيت الحركة ذي أنا خلنا ناكل استراحة أكل بقينا شويتين هانت يا جماعة الخير هانت هلا ايوه وصلنا يا جماعة الخير وصلنا ليتس جو ناو يو هاف تو جو باك ابشر برجع خلاص رجعنا الحمد لله انقلعي طيب باقي 80% بعدين 10% يا ساتر طيب 80% بوم 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 اوكي 80% expand your vision what قلي وسع منظورك x-ray vision ما هذا عندي x-ray عيال use your minor experience to see through stone what اعطاني x-ray عيال ولا ايش يا ساتر جوي حركات هذه الاكسراي جوي حركات هذه مره رهيبه يا اخي طيب نطلع من هنا نهرب اظن هنا كان في كيفي وهذا هو حلو بالكيف طيب ابي اجرب اشربها بسم الله او ماي جاد x-ray عيال اكس راي بس يعني معلش بس انا ما احتاج شيء اسمه اكس راي لانه روعه جدا رهيبه ما احتاج عندي دام كثير بس والله يعني حركه جميله صراحه حبيت صراحه بس هتعيدوها مره ثانيه لانه الفاظ بس رهيب يعني اهم شيء استكشفناها صار عندنا اكس راي نقدر نشوف اكس راي بالستون يا اخي احس الكول فيه له سالفه يا عيال اصبروا خلينا نشوف في الكرافتنج في شيء كوندنسد اكس بي كول ايش هذا يقول لي انتبه ترى في انفجار طيب ابشر اوه حول لي الاكس بي زي الاورب ذاك اوكي نايس والله نايس مره نايس حلو طيب باقينا حاليا
ليفل 1 او 20% ونوصل للليفل الاخير اسمي دراجون وات. اوكي هذا ما توقعت، هذا ما حسب الحساب يا عيال. اوكي باقي 10%. اوكي كسر هذه كسر هذه كسر هذه كسر هذه، واظن انا كذا. اوه سبسكرايب بالغلط ضغطته بس يعني سبسكرايب. الو الو تكفى لا تكفى لا الله يخليك تكفى لا. والدراجون والدراجون احس اني من جاهز يا عيال. اوه ذو والله يقطع بليس ذو، ما سويت بو يا عيال المشكله، ما سويت بو والله يقطع بليس. اصلا القوه في القلب ومحتاج نسوي بو احنا. الله ينكب العدو الله ينكب العدو صدق، لازم افجر الراج برج برج الحين يا عيال بعدين طايق مع التنين. او ماي راح ياخذ وقت ولكن راح اسوي حركه في المونتاج، ايش رايكم؟ راح يطلع لكم كل تفجير برج بس كم برج تفجر كذا حركات عمار بيضربكم في المونتاج. وخلنا نبدا حاليا. البرج الاول بوم بوم، اخر برج جايك جايك. نايس صرت ابني في الجولد يا عيال، ليتس جو اخر برج. شوف ايش سويت، شايفين ايش سويت انا هنا يا ساتر يما. كفى انزلي بطلع حرارتي فيك كلها، اللفلفه اللي اخذتني اياها كلها بسببك، مو بسببك بس يعني بسببك. انزلي الان، تنزل لي يا تنين، تعال تعال. صار عندي كم؟ 10000 صح؟ 100000 ذي 100000 عيال، 100000 صار عندي 100000 اكس بي يا عيال. اقطع ام الفله يا شيخ، هذول كلهم جمعناهم. يا سلام باقي عندنا ايش؟ التنين نقتله واموره تمام. يا كوتش متى راح تنزل يعني؟ متى مقرر تنزل استاذ تنين؟ يلا ننتظر استاذ تنين لين ينزل. تكفى انزل ينزل ينزل، يهوش لي يهوش لي، الله يقطع ذا العدو. اي والله شكله رهيب، والله والله مره شكله رهيب يا ساتر. تكفى انزل تكفى، ما اعطيك تكفى. ما ادري متى مقرر ينزل، ترى طول عيال. لا لا مره طول، صار له دقيقتين قاعد يلفلف. لو سمحت عيال قاهرني والله، اي والله قاهرني. لا لا صد قاهرني، قلت ايش ما ادري ايش. ايوه تكفى تكفى، اخيرا واخيرا طلع حرتي فيك الحين. تعال 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 يا شيخ، تعال يا شيخ تعال انزل لي. ألكم 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 الله يقطع هذا الرأس. اصبر 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 ورع. ألكم 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 اصبر 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 لا اصبر مرتين 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 الله يقطع هذا الرأس. عيال ما عندي باكت، عيال ما عندي باكت، مرة وضعي مرة مرة ابو كلب. يا عيال ابي مساعدتكم، حطوا لايك، حطوا حطيتوا لايك حطيتوا لايك، الله يسعدكم يا شيخ. شكرا 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 بالمقايضة، هذه ازمة مقايضة صارت. طلع طلع خاطري فيك، اصبر. ايوه ألكم ايوه القم القم يا عيال، والله قاهرني قاهرني والله قاهرني والله قاهرني انه ما قاعد ينزل عيال. القم هذه والقم هذه والقم عيال، دمج البو مره قوي عيال. لا لا عيال دمج البو مره قوي، عشان كذا انقهرت اني ما سويته يا عيال. خلاص خلاص بتودع 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 بتودع، خلاص خلاص بتودع بتودع. القم هذه والقم هذه، خلاص 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 افك اهلنا فك فارق. اكره تنين طقيت نوع في حياتي كلها، اكره تنين، لا هو ينزل وعنيد ويطير بسرعة، لو ما سويت حركة البو كان مرمطني ساعتين قدام. شكرا لكم على اللايك، تعبتوني فيه. كان معكم عبادي، أراكم في الحلقات الأخرى وفي أمان الله.